خلونا دلوقتي نروح لمحافظة الغربية واللي فيها شغل كتير بيتعمل في المحافظة ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة حياة كريمة، ومن ضمن المشروعات المهمة اللي فيها إنجاز كبير هو تأهيل وتبطين الترع اللي بيشمل 100 ترعة بنطاق المحافظة. حجم كبير من الأعمال تشهدها محافظة الغربية في مشروعات تبطين وتأهيل الترع في القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، وحيث يتم العمل على تبطين 100 ترعة بنطاق المحافظة. ووفقاً لمعدلات الإنجاز في مشروعات التأهيل والتبطين داخل مراكز ومدن المحافظة، تم الانتهاء من الأعمال بنسبة كبيرة من إجمالي أطوال بلغت 373 كيلومتراً، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 243 كيلومتراً حتى الآن. ومنذ أيام قليلة سادت حالة من الفرحة بين الأهالي بعد الانتهاء من تبطين ترعة العطف التي تمتد بطول 23 كيلومتراً بقرية نهطاي، وخاصة أنها تخدم عدداً من القرى المجاورة للقرية أيضاً. وتستهدف المبادرة الرئاسية تغيير وجه الريف المصري وتطوير القرى لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لذلك تمكنت الجهات التنفيذية بالمحافظة من إحداث طفرة حقيقية بنسبة تنفيذ شاملة للمشروعات بلغت 61%. وكان من الملفت من أعمال المبادرة أنه لأول مرة يتم إنشاء كورنيش داخل قرية بالريف المصري.